الأشياء اللي تخلينا نحس بالفخر ونفرح من نشوفها اللي هو أسعد، عمره 8 سنوات ومعتمد على نفسه ومطلع مصرفه ومصرف عائلته. وشوف الوقفة ما شاء الله مسيطر كلش. شلونك سعودي؟ شلوني عم كاتو باش؟ رمضان بيروز بي؟ نيوش بيروز بي. سعودي انت شلون ده تيجي هنا تشتغل وانت طالب بالمدرسة؟ حركات اللبان تبر بوم بيعني اكي انجا ام انشاكا اقر سعد وانزبر بويت لدوايا ويي. طبعا اذا دوام الصباحي الساعة 12 يكمل بعد ال 12 يجي يبيع، يجي للسوق. بالعكس يجي بالعكس من التسعة يجي لي ال 12 و 12 دوام مسائي. زين انت يا صف حبيبي لبولي تاني هشت سيبلا لبولي سيه ليتمني هشت صال عمره 8 سنوات وبصف الثالث ابتدائي. ما شاء الله حبيبي ليش الصاغبه يا اخو ما شاء الله وليبي. زين سعود انت بهذا العمر الصغير ليش تشتغل؟ ليش ما تبقى بس بالمدرسه؟ لا بغير ما تدايك بالمن حتى يساعد امه وابوه. اي كان سر خزان كان خوش كبرى داسه لا كان نفر امه كان كسن شاش برا سي خوش كو يعني كان همويان يانزا 11 نفر ما شاء الله. 11 نفر ما شاء الله. زين انا اريد منك شغله راح اعطيك عليها جائزه. اول شيء انت فخر لاي واحد راح يشوفك، اكو هواي ناس كبار ما يقدرون يسوون اللي انت تسوي. وثاني شيء تحافظ على دراستك، اهم شغله هاي. الله بردوان بلم كارش بلام اقات لمكتبي شقد ياله طلبي زيركي باشا بردوان با باشا. زين هسه قول لي احنا وين نعطيك هاي الجائزه؟ بردر كسرى. بردر كسرى ما شفتي ايدك فدوى هاي الوقفه هيك مسيطر. هاي الجائزه قيمتها 250,000 اما خلاص بين احنا على ام بي سي العراق. واو والنظافه شوف ما يصير حبيبي. زين اعطيني بوسه قبل لا تروح الله اخذ بوسه قبل لا تروح حبيبي موفق ان شاء الله ليش الصاغبه زور سباس خوش حال بوين